أولا تحرم الزكاة على الكفرة والملاحدة، يعني إنسان لا يحرم ولا يحلل، لا يصلي، متفلت من الدين، همه شهوته، إن أعطيته من مالك فسوف يستعين به على معصية الله أو على محاربة الله ورسوله، فلا ينبغي أن تعطى الزكاة إطلاقا ولا الصدقة إلى هؤلاء. وفي الحديث الشريف تؤخذ الزكاة من أغنياء إرم كما قال عليه الصلاة والسلام وترد على فقرائهم، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام وترد على الفقراء هذه مطلقة، لكن تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم فقراء المسلمين. إذن الفقير الملحد أو الفقير الكافر أو الفقير الفاجر لا يجوز أن ندفع له زكاة أموالنا ولا صدقاتنا ولا زكاة فطرنا. لكن في استثناء طفيف، إنسان ليس مستقيما لكنه لا يناصبك العداء، لو أعطيته زكاة مالك ربما مال إليك وربما حمله هذا الميل على التوبة وربما حملته هذه التوبة على أن يسلم ويحسن إسلامه، إن كان الأمر كذلك وأنت وحدك تقدر ذلك فافعل. في عنا استثناء، لا يناصب أهل الدين العداء، لا يناصب الحق العداء، إنما مقصر غير مستقيم، هذا ينضوي تحت كلمة والمؤلفة قلوبهم. لذلك رجح بعض الفقهاء أن هؤلاء إن كانت قلوبهم مؤلفة وإن كانوا بإعطاء الزكاة تجلبهم إلى الإسلام لك أن تعطيهم من زكاة التطوع لا من زكاة الفرض، لأن زكاة الفرض نص عليها النبي الكريم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. زكاة التطوع، كثير في أشخاص مؤمنين في حساباتهم الجارية باب الزكاة وباب الصدقة، يعني باب زكاة التطوع، ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع هؤلاء غير المستقيمين. إن غلب على ظنك أنك بإعطائهم تستجلبهم للإيمان يجوز أن تعطيهم من زكاة التطوع لا من زكاة الفرض، لأن زكاة الفرض تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. من أين أخذنا ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة. الأسير مشرك، الأسير يعطى من يطعم ويعطى من الزكاة ولكنها زكاة التطوع. لكن سبحان الله البحث يعني فيه مدهش، إنه الكفر والملاحدة لا تحل لهم الزكاة وبنو هاشم، فكيف جاز المؤلف أن يجمع بين هذين الصنفين الكفرة والملاحدة وبنو هاشم؟ لأن بني هاشم أهل بيت النبي ولا تجوز الصدقة لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته، لذلك من علامات النبوة
أنه إذا جاءه رجل وقدم له طبقا من تمر صدقة لا يأكل منها أبدا، هذه صدقة، وإذا قدمها له هدية يأكل منها. هذه كرامة الله عز وجل للنبي وأهل بيته، لا تحل لهم الصدقة. لذلك هناك أشخاص يعني منسوبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب ألا تقدم لهم الصدقة، تقدم لهم الهدية تقربا إليهم لا الصدقة. المراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل الحارث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي لا تنبغي لآل محمد صدقة. أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ يعني النبه، قال له كخ، هي كلمة نبوية هذه الكلمة، دعها يعني، هذا من مال الصدقة لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته الطيبين الطاهرين. الآن لا تجوز الصدقة عامة والزكاة خاصة لي، وبالأصح لا تجوز زكاة الفرض للآباء مهما علوا وللأبناء مهما نزلوا، يعني الأصول والفروع. لفرضنا واحد جاب فعال قال له: قل لي سيارة الرمل إلى داخل البيت، شو تحب عليها؟ قال له 100 ليرة. قال له طيب، مساء دفع له 100 من مال الزكاة مثلا، هذا مثل واضح مقبول، هذا المبلغ يستحق في ذمتك مقابل خدمة قدمت لك، فإذا دفعته من مال الزكاة فقد وفرت في مصروفك، هذا احتيال على الشرع، هذا مثل وسع. من أنفق على أمه أو أبيه أو على أولاده أو على أولاد أولاده أو على جدته أو جده من مال الزكاة فكأنه تهرب من دفع الزكاة، لأن هذه النفقة واجبة على ذمته في حقه، دفع من الزكاة أو أن الزكاة لم تدفع. لكن في موضوع دقيق جدا ما أحد انتبه له، أن أيام بيكون الأبن مستقل عن الأب، الأبن متزوج وشاري بيت وفي عليه دين، والأب في معه نصاب الزكاة وعليه أن يدفع 2000 ليرة مثلا، طيب يا ترى كان دفعه لأبنه أقرب الناس له؟ المقصود بالأبن من كان في حجره، من كان في كفالته، من كانت نفقته على الأب. أما إذا كان الابن مستقلا في نفقته، له عمل له دخل، لكن اشترى بيت وعنده 6 أولاد ومعاشه محدود ومرهق، في مثل هذه الحالة يجوز أن تدفع الزكاة إلى الابن، واضحة. هلا في حالة ثانية: الذين تحرم عليهم الزكاة هم الآباء والأبناء، أما الأخوات لم ينص الفقهاء على ذلك. طيب، من كان في بيته أخت ينفق عليها، من كان في بيته أخت له ينفق عليها، لا يجوز أن يدفع لها الزكاة لأنه ملزم بالإنفاق عليها، ولو دفع لها الزكاة لكان دفعه الزكاة تهربا من دفع الزكاة. الأب بجوز
الذي حرمه الفقهاء والأخت لا يجوز التي أباح لها الفقهاء الزكاة. العلة هي أن يكون هذا الابن في حجر أبيه، إذا كان في حجره نفقته عليه دفع الزكاة له تهرب من دفع الزكاة. الأخت له أن نعطيها الزكاة إن كانت مستقلة عنه، إن كانت في بيتها لها زوج، أما إن كانت في حجره وهو ينفق عليها فدفع الزكاة لها تهرب من دفع الزكاة. هاتان حالتان استثنائيتان. أبيروا أن النبي الكريم رفعت إليه شكوى في أن صحابيا دفع زكاة ماله لصحابي آخر لينفقها بمعرفته، فما كان من هذا الصحابي الموكل إلا أن أعطى جزءا من زكاة مال الصحابي الأول إلى ابن الأول، فاحتج الصحابي كيف تعطي ابني من مال الزكاة، فرفعا أمرهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر النبي فعلهما، قال لك ما أعطيت وله ما أخذت، لك ما أعطيت من الأجر وله ما أخذ. أولى الناس، يبدو أن ابن هذا الصحابي ليس في حجره وهو مستقل عنه وهو بحاجة، هو أولى الناس. الزوجة أيضا لا يحل لك أن تعطيها شيئا من زكاة مالك، بدأ منك أنصى ذهب ما معك حقه، عندك 8000 ليرة مثلا عليه الزكاة 1000 ليرة أو مبلغ معين، دفعت هالمبلغ لزوجتك من أجل تشتري قطعة الذهب، هذا تهرب، هذا احتيال، لا يجوز أن تدفع الزكاة للزوجة. الآن في عنا حالة أخرى، لو صدف أن زوج فقير أو دخله محدود وزوجة ورثت عن أبيها مبلغا طائلا واستحق على هذا المبلغ زكاة، فهل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة مالها إلى زوجها؟ نقول لها يجب أن تعطي زكاة مالها إلى زوجها لأنه أقرب الناس إليه. العكس غير صحيح، زكاة مال الزوجة يأخذها الزوج حلالا طيبا، أما زكاة الزوج لا تأخذها الزوجة إلا حراما. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري أحد زكاة ماله، يحط برغيف خبز 5000 ليرة ضمن كيلو خبز يقدمه لفقير، فكر أن الله عز وجل تنطلي عليه، قدم الزكاة، يا رب أنا أطعتك ودفعت زكاة مالي لهذا الفقير. بعد أن يعطي الفقير هذا الخبز يقول له أتهيبني هذا الخبز بعشر ليرات؟ يسفن فقير ننتظر في حقهم ليرة وربع، بعشرة معقولة والله ما عرفت فيهم، يعطيهم يا أخي والله الحمد لله أدينا زكاة مالنا، والله أنا ورعي الحمد لله واسترديناهم بعشر ليرات. هذا احتيال سخيف جدا فعله اليهود سابقا، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عز وجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة. بعد ما هاجرت ترجع لمكة صار مكة، هاجرت وانتهيت. معنى ذلك إذا الإنسان فعل خير لا يتراجع، العائد من هبته كالعائد في قيئه، إذا واحد تقيأ فيه بعدين يأكلون أخليه هلأ كان جوا عن أكلهم،
العائد في هبته كالعائد في قيئه. استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب كما قلنا قبل قليل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إني أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي يعني أساور، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. اللهم صل عليه. الآن استحباب إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد، يعني واحد قاعد بصومعة يعبد الله عز وجل، الذي يطلب العلم يستحق الزكاة قبل هذا، لأن هذا خير محدود، يعبد الله وهو عبء على الناس، كل على الناس، لكن طالب العلم سوف ينشره. لا بد في طلب العلم من التفرغ. الإمام أبو حنيفة يقول: والله لو كلفت شراء بصلة ما تعلمت مسألة. يعني العلم بده تفرغ، وهذا الذي يطلب العلم وسوف ينشره في بلد فشى فيه الجهل، هذا أولى الناس أن يأخذ من زكاة الأموال. أما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق. شاب شديد عتيد، والله قاعد عند يقرأ قرآن طول النهار وتارك أهله بلا أكل، أخي في شيء لله نعطيه؟ شو الحكي هذا؟ لا ينبغي أن نعطى هذا الزكاة. نقول له: قم واعمل، اليد العليا خير من اليد السفلى، لا تكن كلا على الناس، لا تسأل الناس شيئا. من استغرق، من أمضى وقته في نوافل العبادات وضيع عليه الكسب الحلال، لا ينبغي أن يأخذ من الزكاة شيئا. لكن المشتغل بالعلم يجوز أن يأخذ من أموال الزكاة، لأنه بطلب العلم سوف يعم خيره البلاد والعباد. في رأي دقيق في موضوع نقل الزكاة، يعني المال الذي جمع في دمشق ينبغي مبدئيا أن يعطى لفقراء دمشق، لأن هالمكاسب هي هذه المكاسب التجارية تحققت في دمشق، ففقراء دمشق أولى بها من غيرهم، فنقل الزكاة مكروهة. لكن سألني من يومين أخ سؤال دقيق، واحد له أقارب بتركيا مثلا، فقراء جدا وأقارب، ولا أحد يقدم لهم المعونة. قلت له: ادفعها لهم ما في مانع، هي حالات استثنائية، لأنه ما دام هناك لا أحد يعرفهم ولا أحد يعينهم وأنت أدرى بهم وعندك مال زكاة، هذه حالات نادرة. لكنه بشكل عام نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد ليس مستحبا، لأن بعض الخلفاء نهى عن ذلك استنباطا من أن هذا البلد أغنياؤه يجب أن ترد أموالهم إلى فقرائه.
لكن في رأي دقيق أنه لا يجوز أن تنقل أموال زكاة بلد إلى بلد آخر إلا إذا اكتفى فقراء البلد الأول. إذا اكتفى فقراء البلد الأول يجوز نقل الزكاة إلى البلد الثاني وإلا فلا. الآن مصارف الزكاة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعضهم قال الفقراء والمساكين إن اجتمعا تفرقا وإن تفرقا اجتمعا. يعني إذا قال الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال للمساكين يعني للفقراء والمساكين. أما إذا قال للفقراء والمساكين معناها الفقراء شيء والمساكين شيء آخر. النبي الكريم فيما يروى عنه أنه يقول ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما الفقير الذي لا يجد حاجته. ما هي حاجته؟ مسكن، متجر، أدوات عمل، أساس للمسكن، باب للنقل. فمن قل ما عنده عن هذه الحاجات الأساسية فهذا تجوز عليه الزكاة. واحد عنده بيت ملك لكن عنده أولاد ودخله قليل، يعني قل له بيع بيتك وسكون بالطريق عشان طعم أولادك. أخي هذا عنده بيت يا أخي، بيته حقه 700,000 صار، إشاري 15,000 زمانه بالتقسيط، وهالكذا دفع حقه وساكن فيها لا مستور فيه، يعني إن كان حقه 10,000 وإن كان حقه مليون، هاي يسموها ثروة وهمية. أخي شايف البيت ما بيعه بمليونين ولا تبيعه بمئة مليون، مال مستهلك. إن كان حقه 100,000 وإن كان حقه 1,000 وإن كان حقه مليونين ما قيمة ذلك ما دمت لا تستطيع أن تستغني عنه. فالبيت أحيانا والسيارة والحاجات الأساسية. فأنا عندي مكنة حبكة كان حقها 200 فقال حقها 4,000 مثل بعضها، مهما ارتفع سعرها ما دمت بحاجة إليها فهذا الثمن مستهلك لا قيمة له. ففي بعض الأخوان بالجمعيات بتشددوا تشدد ليس في محله، إنه ما دام له بيت ملك ما بيجوز. لا بيجوز يا أخي، إلا بيت ملك ساكن فيه مستور ومعاشه 750 ليرة، عنده 5 أولاد، شو بيساوي حاله يعني؟ يبيع بيته يعني؟ ما في بيع بيته. ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما الفقير الذي لا يجد حاجته. أيام يكون ابنه في عنده مرض طارئ، أيام يكون في عنده نفقات استثنائية بحتاج لغرفة ثانية يعمرها يفرق الشباب عن الشابات، هي مطلب أساسي كبير، بحاجة إلى مطبخ وحمام ينفصل عن أهله، أهله أخوات شباب موجودين بالبيت. فكل هذا مما يشرع للإنفاق. لذلك للفقراء والمساكين، الفقير أو المسكين الذي أمرنا الله بإعطائه، أولا يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، في ترفع في عفة. هناك أشخاص لا يأخذون وإذا أخذوا يصرون على أن يكون هذا دينا، يأخذونه ويردونه. قل لهم نعم إذا تيسر لك المبلغ أعطني إياه، أعطيه لغيره، عنده رغبة ملحة ما يأخذ مال إلا دين، فإذا رده أعطيه لغيره لا مانع. في نوع دقيق يقول سيدنا عمر إذا أعطيتم فأغنوا، يعني في الصدقة، يعني عم توزع لحمة مثلا
أخي والله لما أضحي لو كان للأصدقاء اترك الفقراء، حبيت تهدي الخروف لأصدقائك تعطي قد الكف، ما تطلع طبخة هاي أخي كترناهم وزعنا على 15 واحد، لا عطينا 10 أفضل، عطي الواحد كيلين مع بعضنا عنده 5 أولاد أقل من كيلين بيقدم لحم، يعني بتقدم يعني نص كيلو بيقدم، ما في نص كيلو، قليل كيلو، قليل كيلو مع عظم بيطلعوا شيء 3 وقت تقريبا، ما بيكفوا أسرة. فإذا أطعمت فأشبع، ما في حل وسط. رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا سار أسرع، وإذا ضرب أوجع. فد مرة يعني لا ضرب راتب لا يضرب، تضرب قطع عن الضحاك يتمألف على الضاري، ضرب منيح فد مرة. رحم الله عمر، هكذا قالت السيدة عائشة، ما رأيت أزهد منه، كان إذا قال أسمع، وإذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع. مخيف كان، بيخوف. يقول سيدنا عمر، إذا أعطيتم فأغنوا. الزكاة يعني بده على العيد يكسي أولاده، تعطيه 50 ليرة ما بتساوي شيء، أعطيه 300 فرد مرة، 400 اكسي، 4 أحسن ما تسوق الشهرين 10 ما بتساوي شيء، 10 50 50 50. فهون في توجيه، يعني أعطي عطاء يكون معقول. لكن النبي الكريم في توجيه آخر بالمقابل يقول، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل ما لا يحمل، يعني لو فرضنا أنه خطأ دهس إنسان حكموا عليه 50,000 دية خطأ، القتل خطأ، ما معه إله المعاش، ما عنده غيره، هذا فوق طاقة يتحمل، هذا الإنسان يحق له أن يسأل الناس يعاونه. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ما بيكمل شغل معهم منيحة والله على طول، لا يأخذ حاجته. أخي أنا المعاش ما عندي كفتي، ماشي الحال، أنا عم أعقد الأمور حتى أخذ بس كمل معاشي. أنت لما عم تعقد عن المواطنين الأمور عم تأخذ مبلغ براني حتى تمشي شغلك، عم تأخذ بس حاجتك، تزودت حاجتك بمية ضعف، عندك مليون دخل 2000 ليرة، صار كل حركة 100 ليرة، كل توقيع 300، بعدين صار في شفرة، قلت لك 60 مرة هي ما بتمشي معي، يعني 60 ليرة، قال له 60 مرة، يعني صار في مصطلحات دقيقة، في شيء لله مثلا، لله سواء لا، هاي مسألة صارت. ورجل أصابته جائحة، حريق روح له ماله كله، اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش أو سدادا. ورجل أصابته فاقة، يعني فقر شديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، يعني فقر حال، بده ناس يشهدوا انه فعلا فقير، مو كل واحد انا فقير. اول ما انا خطبت هالمسجد من 10 سنوات اجاني شخص قال لي انا عيوني بدهم عمليه جراحيه، وما كان في تعقيدات بموضوع، الا انه في اخ يحتاج لعمليه جراحيه والناس والله اندفعوا لمه شي 5-6000 ليره، هي قصه من شي 10 سنوات. اجا واحد همس باذني قال لي هذا رجال عاملها شغلته كل جمعة بجامع. قلت له الله يجزيك الخير، ايه سيدي وين بدك عملية انت؟ قال سيدي برات قطر، لا عنا هون نحن اطباء كافي، شوف اي مستشفى وانا بحاسب الطبيب. قال لا، قلت له هذا الحاضر عيط ابدا،
بعدين قد ما انزعج عطينا الافراطات في 25 ليرة فوق 5000 ودفعنا 5 لجمعية شيخ محي الدين وزوع الفقراء. في دجالين صار. فالواحد يؤخذ أحيانا بده شهادة. لذلك الجمعيات الخيرية يعني إلى ميزة عندهم صار خبرة بالكذب، خبرة عالية جدا. قد ما بجيهم كذب بكذب الناس عليهم كثير، عرفوا أكثر أساليب الناس في الكذب. واحد بيقول لك أخي راشك ابني عم يموت على عيني وأنت حريص أن يكون صادق، أخي أنا وين الدواء؟ بياخذوا على صدري بيعطوه أدوية بصحة. شو بين الزلمة أنه عم مضبوط هو دفع حق دواء، هذا عم يجمع أدوية بسك عشية يبيعون للصيدلي بتتربع القيمة. عنده 5 راشيتات لأولاد بمر على ابنه عم يموت، هي راشيتة ما بده غير راشيتة، بده الدواء فقط. بيجي شخص بياخذ له الدواء بحطهم بيستك بجمعهم عشية بيوزعهم. سألوا شحاد انه انت عم تشحاد بقى انت حالتك منيحة كثير، البؤس والفقر وانه زوجة ميتة من جوعة. بيروحوا على البيت يلاقوا في تلفزيون وفيديو ملون بالبيت وبراد اجنبي وعم تطلب من الجمعية صدقة واموال. فاشحادة كما قال عوام عادي بصير عنده قضية عمل بصير. قال لي واحد شايف المحل هذا بيستنجد دار له ايه؟ قال لي صاحبه ما بيرضى 500 ورقة باليوم، حط طاقته هيك بغمض عيونه والله شغلي 500 باليوم هي اكثر بلحي ليرة ليرة على الماشي من الصبح لعشية. الله يغنينا عن السؤال. قال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني قد ما كان العمل تراه أنه في قميء هو عند الله شريف. سيدنا الصديق راكب كان ناقة وعق منه زمام الناقة وحوله الصحابة الكرام، هو خليفة رسول الله أعظم إنسان بعد رسول الله، نزل عن ناقته ليأخذ زمام ناقته. فلما انتبه الصحابة انزعجوا قالوا يا خليفة رسول الله نكفيك ذلك. قال أمرني حبيبي ألا أسأل الناس شيئا. ما دام في قوة اشتغل تعب واكتاب مال حلال وانفقه. إذا الإنسان فتح مد إيده بالسؤال أعوذ بالله صار شحاد. يعني معناها قال فتح الله عليه باب فقر. لما بيفكر الإنسان يطلب الأمور تعقدت ضاقت. الله سكر بوجهه كل المكاسب. كيف تحب أن تكون تفضل. وقد يأخذها سرقة وهي له. إن روح القدس نفست في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. يعني نحن نهتع الصدقة والزكاة والفقراء، لكن كل ما الإنسان ترفع كل ما بيكون إيمانه أقوى. يعني تقدر تأخذ كيس باذنجان تحطه على رصيف وتبيعه وتطالع 10 ليرات تشتري كيلو خبز وبطاطا مسلوقة وملح وفلفل وتاكلهم وانت رافع الرأس ملك. ولما تقول سيدي والله انا ما في بالحال تعرف المعاش ما عم يكفي. قال من جلس الى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. ثلثين دينك راح. والله غني ملك الملوك اذا وهب قم فاسألنا عن السبب. الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. واحد النبي أم يوزع الزكاة أم شاهد رجلين شابين قويين شديدين كأنهما يطلبان منه العطاء. قال فرفع فينا بصره طلع فينا هيك وخفضه فرآنا جلبين أقوياء. فقال اللهم صل عليه قديش رقيق. قال إن شئتما أعطيتكما إذا بدكم ولا حظ فيهما لغني ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب. شب هلا اذا واحد مشي سوق الجمعه وحمل للناس اغراضه يلحق بدون 50 ليره
أخي أنا ما عندي شغل، فضل أشتغل. والله هالشغل هذا أشرف مليون مرة من إيدك. لنا نحن عم نحكي إنه هي وهي العاملون على الزكاة، هؤلاء الذين يجبون الزكاة وينفقونها لهم أن يأخذوا منها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها. عامل عليها يعني ما عاد اشتغل شيء، شغلته يجمع الأموال ويوزعها. الأيام في جمعيات تعاونية خيرية توكل واحد متفرغ ليل نهار، تعطيه مبلغ من المال بيجمع الاشتراكات ويوزعها على الفقراء، له حق يأخذ هذا. هذا عامل عليها. والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء إما أنهم مسلمون أو غير مسلمين. إن كانوا مسلمون قال: قوما من سلاف المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رزي إسلام نظرائهم. يعني إذا أعطيته أكرمته نظيره بغار بأسلم، هذا ممكن تعطيه. أو زعماء ضعاف الإيمان من المسلمين مطاعون في أقوامهم، يرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة إيمانهم يعطوا. أو قوم من المسلمين على الثغور على الحدود، حياة قاسية جدا، هؤلاء أيضا يعطوا من الزكاة تأليفا لقلوبهم. أما الكفار إن كان يرجى إيمانهم يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم، وإن كان بهذا المال يتقى شرهم يعطون من هذا المال اتقاء لشرهم. في عنا أربع أصناف من المسلمين وصنفين من الكفار، ست أصناف يعطون الزكاة إما تثبيتا لهم أو جلبا لهم أو جلبا لنظرائهم أو رعاية لأعمالهم الشاقة أو جلبا للخير أو اتقاء للشر. هي أهداف العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني من يشتري العبد المؤمن ويعتقه في سبيل الله، لا ما في شيء من هذا. والغارمون من كانت عليهم ديون تعذر عليهم أداؤها، هذا المدين يعطى من الزكاة. يعني مثلا بايع واحد بيعه، قال لي واحد أخ باع شخص بيعه، هالشخص ضعيف له محل تجاري ضعيف، شهرين ثلاثة سنة عنده أذن صغير، بدأ يبيع من البضاعة، صار المحل عم ببيع بس ما عم يشتري، قلت معه 2000 3000 والوضع مؤلم جدا، على فراش الموت هو والمحل عم بيفلس، ما في منها. ممكن هالدين هذا الثابت لك عنده سامحه فيه وتحسبه من الزكاة، يجوز إنه هذا غارم، هذا عليه دين ثابت ما في يدفع، وتعب طالب وصعب وهو أولى ناس المساعدة، ممكن تحسن الدين من زكاة مالك. هو الغارمين وفي سبيل الله، هي واسعة كثير. بعضهم قال: الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم والعمل. العلم كل ما يتعلق بالعلم، بطلبة العلم ودور العلم والكتب. يعني إنسان بيأمر بتوزيع كتاب على نفقته، بنشر كتاب معين، بإعطاء طلبة العلم، بإنشاء مدرسة، بإنشاء ميتم. وبعضهم قال: الغزو في سبيل الله، كلام صحيح. وبعضهم قال: تيسير طريق الحج وإنشاء محطات على الطريق، هذا الحاج في سبيل الله، فكل لوازمه تؤخذ من أموال الزكاة. وبعضهم قال، وهذا رأي نادر، أن قرية إن كان هناك قرية ليس فيها مسجد ولا يجد أهلها مكانا يصلون فيه، في هذه الحالة النادرة يجوز أن ينفق من أموال الزكاة
لبناء المسجد. هذا المسجد مركز إشعاع. وابن السبيل المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده. هلا في سؤال دقيق، واحد زكاة ماله 25,000 مثلا بده يعطيها على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب السبعة أو الثمانية، نقول له افعل هذا، وإن أعطيتها لصنف واحد يجوز ذلك. يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لكل هذه الأصناف، ويجوز أن يعطيها لصنف واحد. والحمد لله رب العالمين.